معنا الآن رائد عفوا من الجيش المصري. الحقيقة سيد الرائد، الآن نحن أمام بيان صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ماذا يعني هذا بالنسبة لكم من الناحية العسكرية؟ اتكلم عن نفسي، والحمد لله ربنا وفقني وكلمت. انا رحت هذه شمال ضابط بالسلاح المشاكل، اخذت قراري ان انا لوحدي، انا جاي لوحدي، اخذت قراري من تلقاء نفسي ان انا اجي اساند الناس دي اللي انا بتشرف ان انا اكون واحد منهم. لو كان البلديه العسكريه هتمنعني ان انا اجي وادي، فلازم اني اقلعها. انا اقسمت يمين الولاء لجمهوريه مصر العربيه، مش لاي حد تاني. انا اقسمت يمين الولاء لجمهوريه مصر العربيه، مش لاي حد تاني. وانا دلوقتي شايف ان النظام فقد شرعيته. يا سياده الرئيس حسني مبارك، ارجوك استجيب لمطالب الناس وارحم. وكفايه 30 سنه، 30 سنه من القمع، 30 سنه، 30 سنه اتهربت فيهم جنود البلد لبره، 30 سنه الشعب كل سنه بيدات فقرة عن السنه اللي قبليها. كفايات، ارحم، ارجوك ارحم. البلد مش بتاعتك، انت على راس النظام، والشعب المفروض هو اللي بيحصل. الشعب دلوقتي مش عايزك، وانا واحد من الشعب وبتشرف كل واحد من الشعب. يا سيادة السيد الرئيس، انا هنهارك. نعم نحن نسمعك سيد الرائد. يعني انت انضممت الان الى المتظاهرين. انضممت بمحض ارادتي وبطالب. انا كان معايا سلاح، كلمته لاحد الضباط عشان هي ثوره سلميه شعبيه، كلمته لاحد الضباط اللي بدوره هيقوم يسلمه لوحدتي. انا كلمت مع سياده الرئيس وارجو ان هو يستجيب. احنا كتير بس كلهم مستنيين الشراره الاولى، كلهم مستنيين حد ينفع، حد يتكلم. احنا جزء من الشعب، لا نتجزا منه. احنا مهمتنا ان احنا نحميه، مش ان احنا نحمي النظام. يا سياده المشير، مهمتنا نحمي الشعب، ما نحميش النظام. يا سياده المشير، انت جزء من النظام، انت جزء من النظام. الرئيس بقاله 30 سنه بيحكم، وانت بقالك 20 سنه وقعت المؤسسه العسكريه. خطرت ما خطرت في عهدك. ارجوك انت كمان امشي. يا سياده الفريق انا علان. ارجوك قوم بدورك. يا سياده قائد المنطقه المركزيه، قوم بدورك. يا سياده قائد الحرس الجمهوري، قوم بدورك. الناس دي لازم تمشي، الناس دي لازم تمشي. يعني انت تريد ان تكون الكلمه للجيش، للعسكريين في مصر في هذه اللحظات، وانك كما هو واضح من كلامك تشعر بان الان الدور يجب ان يكون للقوات المسلحة المصرية في حسم الموقف، هل هذا ما تريد ان تقوله؟ الدور يجب ان يكون للقوات المسلحة في انهاء هذه الحالة اللي احنا فيها بقى اكتر من 17 يوم. الشعب مش عايزه، لازم يمشوه. مشوه مشوه. البلد كلها وقعت وانتوا اللي مسكتوها، انتوا اللي حمتوها. رحموا الناس دي، مشوهم. الناس دي مش عايزينهم، الشعب مش عاوزهم. انا عايز اوجه كلمة للسيد نائب رئيس الجمهورية. اسمح لي يا سيادة نائب الرئيس، كنت على رأس جهاز الامن القومي المصري الذي كان يشهد له بالشجاعة. ما قدمت لمصر وانت على رأس هذا النظام؟ قدمت لمصر ايه وانت على رأس هذا النظام؟ حميت فلوس المصريين انها تخرج بره؟ حميت فلوس المصريين تتسرق وتطلع كلها على بنوك سويسرا والهرم؟ حميت الفسد والمرتشين؟ حميت الشعب من الفسد والمرتشين؟ عملت ايه للبلد؟ عملت ايه للبلد؟ عملت ايه في قضية السودان؟ عملت ايه في انفصال الجنوب عن الشمال؟ عملت ايه؟ انت لم تقدم جديد. وفي قضايا كتيره ودين فيها جهاز المخابرات العامه لا مجال للذكرى دلوقتي. انا مش عايز اتكلم فيها دلوقتي، لكن اللي عايز اقوله للناس، انا خدت قرار من تلقاء نفسي والحمد لله ربنا وفقني وقدرت. الشعب دلوقتي هو اللي بيحميني. انا جزء من القوات المسلحه لا اتجزا. القوات المسلحه مهمتها حمايه الشرعيه الدستوريه. وانا شايف ان رئيس الجمهوريه الان والنظام باكمله سقطت شرعيته. ارجوكم وصلوا كلامنا للناس، النظام سقطت شرعيته. يا سياده المشير ارحم. يا رئيس تلك الحرب القوات المسلحه قوم بدورك. انت وقائد المنطقه المركزيه، يا قائد الحرس الجمهوري قوم بدورك. شكرا شكرا. وصلت رسالتك، ولابد ان كثيرون من افراد القوات المسلحه وربما
مسؤولين كبار في القوات المسلحة يستمعون إلى هذه الكلمة التي خرجت لأول مرة من ميدان التحرير من رائد في صفوف القوات المسلحة انضم إلى المتظاهرين. هذا الرائد وجه كلمته يحث القادة العسكريين الكبار على اتخاذ موقف وحسم الموقف، وأنه لا بد من حسم الموقف في هذه اللحظات.